للإعلام دور كبير في نقل معاناة الجيش الأبيض المتصدي لهذا الوباء كزيادة الخطورة عليهم وضرورة تحسين رواتبهم. تخطف الكورونا أنفاس أحد الزملاء الصحفيين في كربلاء، لكن دون حقوق يحصل عليها حتى بعد موته، ليترك عائلته تصارع ألم فراق الأب والمعيل الوحيد. النقطة مهمة جدا حقيقة، وطالبنا بها في أكثر من مرة. لابد أن يكون للصحفي والإعلامي العامل في الساحة ونقل الحقيقة هناك ضمان اجتماعي أقل تقدير له. حقيقة نجد حتى في خلال وسيلته الإعلامية التي يعمل فيها، عندما تنتهي حياته أو ينتهي دوره في هذه الوسيلة، يعني هناك قلة قليلة نجد بعض وسائل الإعلام تمنح نهاية خدمة، راتب نهاية خدمة، ولكن هذا غير كافي. نقابة الصحفيين نعت عصام الرماحي في مجلس تأبيني مطالبين الحكومة المحلية ورئاسة الوزراء بتخصيص رواتب لهم لقاء معاناتهم في نقل معاناة المحتاجين. اليوم نقف في ترحيم لأحد ضحايا هذا الوباء، هو المرحوم عصام الرماحي. بالتأكيد عصام الرماحي هو أجير على القطعة، اليوم يعيش حالة من الكفاف، عائلته تعاني كثير، لا يوجد مستقبل وظيفي لهذا الصحفي. لذلك على الجهات ذات العلاقة، نقابة الصحفيين، مجلس الوزراء، النظر بعين الرحمة والعطف على جميع الصحفيين، لا سيما أن أغلب المؤسسات هي تعتمد على الأجر اليومي، لا يوجد حقوق للصحفيين تقاعدية، لا يوجد ضمان اجتماعي، لذلك عوائلهم تعاني. نتمنى من الجهات المعنية، نقابة الصحفيين العراقيين المهتمين بحقوق الصحفيين، مركز حرية وحماية الصحفيين، أن يلتفت أن هؤلاء كلهم يعملون أجراء يوميين عند القناة، وبالتالي عندما يتعرض إلى الموت والوفاة لا يكون لديه أي حقوق حال وحال الموظفين في الدولة. يجب على الدولة أن تراعي هذا الجانب، وعلى نقابة الصحفيين أن تعمل من أجل إيجاد مستحقات مالية للصحفي الذي يتعرض للإصابة. اليوم في كربلاء وغدا في محافظة أخرى ستختارها الكورونا لأحد الزملاء، والحال يزداد تصاعديا في سوء الأوضاع والحصول على لقمة العيش والمعلومة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.